اعمل لك ايه؟ انت مكسر نص مصر لغايه دلوقتي، اعمل لك ايه؟ يالا ما تفتح يالا. انا اسف يا دولا، انا اسف والله ما شفتهم يا دولا. عايز ايه دلوقتي؟ عايز ايه؟ دولا ممكن يعني اطلب منك طلب كده اهو. اطلب اي حاجه بس ما تطلبش فلوس ولا تطلب اجازات، امال مين هيكسر لي في الاجازه بتاعتك؟ لا يا دولا انا الحمد لله معايا فلوس وكل حاجه، انا يعني كنت عايزك يعني تكتب جواب لامي. انا اكتب جواب لامك؟ عيب يا رمز، عوق يخرب بيتك. امك دي يالا دي مرات عمي يهبل يهبل. يا دولا لا يا انت يا عم دماغك راحت فين يا عم؟ انا قصدي انك انت تكتب لي انا جواب ابعته انا لام انا 12. انا حاضر يا سيدي، قول كده من الصبح. انا قلت برضو ايه ده، بيستهبل ده ولا ايه؟ ما لازم اقعد اركز في الكلام عشان تفهمني. اخلص اخلص. اكتب هدول. ايه اكتب لها؟ عندك كحه يعني ولا ايه؟ لا انا جاي اهو دول. الى امي ام رمزي الحبيبه، يعني الشهامه والجدعنه والرجوله. رجولي دي يالا؟ حد يقول لامه انها راجل يالا؟ انت ولا خش في الموضوع على طول. انا كويس يا ماما، بلاش يا ماما دي، انا دول اصل تزعل مني. بلاش يا ماما، بلاش يا ماما. انا كويس الحمد لله يا امي يا ست الحبايب يا حبيبه، برغم من ان دول ابن عمي فلزه كبدي مطلع عينيا ويعني. انا بكتب لك جوابات، انا غلطان؟ بتكتب لامك ان انا مطلع عينك يالا؟ بتستهبل؟ ايه دول يعني اكدب على امي؟ اكدب على امك، اكدب على. ماشي شوف مين هيكتب لك جوابات تاني. شوف ماشي، مش عايزك تكتب يا عم، انا هقول لها في التليفون. هتقول لها في التليفون؟ قول لها في التليفون. ايه اللي انت لابسه ده يا دول؟ ده ايه ده؟ جمل. حمار لابس جمل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه ده، معقولة؟ كابتن ابراهيم سعيد. اهلا بيك. اهلا وسهلا. انا مش والله مش مصدق نفسي. اتفضل يا كابتن، اتفضل. اهلا وسهلا. دول مين الكابتن ابراهيم سعيد ده؟ بس يا معلش يا كابتن، اللي ما يعرفك يجهلك، وده بقى مش جاهل، ده ابو جهل نفسه. هو فعلا شكله ملوش دعوة بالكرة خالص. والله ولا ليه دعوة بأي حاجة حضرتك. لا لا لا، ايه اللي ماليش دعوة بالكرة؟ لا انا على فكرة بقى وانا صغير كنت بلعب انا والعيال زمايلي بيلي مسافات طويلة. شفت يا كابتن بيلي؟ هو اخره بيلي اساسا. اخره بيه هو نفسه، اخره بيليا. اجري يالا، هتشرب يا كابتن. لا شكرا. لا 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 لازم. عايز والله. ولا روح هات كوبايه شاي في الجون يالا. ماشي يا دولا، وعندك واحد شاي في الجون وما يكونش تسلل. اهلا وسهلا، منور يا كابتن. ربنا يخليك. كم التمثال ده بقى؟ التمثال اللي هو بتاع توت عنخ امون ده؟ اه ده يا سيدي عشان خاطرك وعشان خاطر منتخب مصر اديهولك ب 150 جنيه.
انا عايز واحد مش عايز دستة. واحد ايه حضرتك ودست ايه يعني؟ حضرتك ده متكلف جامد جدا، ده بس كفايه الالوان اللي فيه والذهب اللي فيه ده. انت هتشتغلني هو من الاخر 40 جنيه 40 جنيه يا كابتن؟ معلش يعني عدم المؤاخذه، اللي يشوف حضرتك بتفاصل كده يعني يقول يعني معكش فلوس، بس انا اعرف يعني ما شاء الله. انا ما بحسدش، انا لعيبه الكوره دي اكتر ناس بتكسب. نكسب مين؟ كل الناس فاكره كده مع اننا احنا مظلومين جدا على فكره. مظلومين؟ اما لو انتوا تبقوا مظلومين احنا ايه، نبقى اسرع حرب بقى. لا، اللي بيكسب فعلا السمسار. السمسار ليه؟ هو السمسار يعني عدم المؤاخذه هو اللي بيجيب البطولات؟ لا، ما هو بيجيب اللعيب، بياخد فلوس من اللاعب، وبياخد فلوس من النادي، وبياخد فلوس من اتحاد الكرة. انت فاضل تقول لي بانه بياخد كمان فلوس من الجماهير بقى؟ فعلا، لو الجماهير اعجبت باللاعب ممكن الجماهير تديله فلوس. يا سلام، يعني السمسار يجيب لعيبه يديها للنوادي ويكسب هو فلوس كتير. بالظبط كده. طيب ممكن يا كابتن ابراهيم يعني اخد تليفون حضرتك يعني؟ مفيش مشكله، ده الكارت بتاعي. شكر اول ذوقك يا كابتن، ان شاء الله بجد انتظر بقى مني مفاجأة. والله يا دولا انت ابن حلال وربنا هيكرمك ان شاء الله. مالكش دعوة. ليه دولا؟ وانت بتتحشر في كل حاجة دي، انت مان؟ احنا مش ولود عيال. ايوه يا استاذ عادل، طلباتك وامورك. ازيك يا فتلة؟ تعالى اقعد. ازيك يا فتلة؟ الحمد لله. ازيك يا رامز؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. عايزك في حاجة مهمة قوي. كلام سر بيني وبينك. انا هبقى سمسار لعيبة. يالا اخيرا لقيت حد هيكتشفني. يا عيني، ده طلع اهبل. يالا بيقول لك سر. قول لي انت عايز ايه يا استاذ عاد. بص يا سيدي، انا عايز اكتشف لعيبة يعني عشان اقدمهم بقى للانديه والمنتخب جمهوريه مصر العربيه. طب ما انا من جمهوريه مصر العربيه. لا، انت بالنسبه لك مفيش مشكله، انا ممكن اظبط لك البوفيه بتاع اتحاد الكوره، تنزل مع سمير زاهر تنزل له شاي وقهوه وكده. يا سلام يا دولا على قلبك الكبير يا دولا. بس كده بقى انا تحت امرك. ماشي، تعرف ان هو لعيبه حوالينا في المنطقه ولا حاجه؟ انا هخدمك بقى خدمه العمر عليك وعلى الملواني. ايه الملواني ده، حرامي؟ لا، ده كشاف. كشاف ايه؟ بينور يعني وكده اهو. يهبل، بينور ايه؟ الكشاف ده اللي بيكشف على النور ويشوف عندك كام كهربا وكده. لا، ده كشاف لعيبه يا غبي. وده بقى الكارت بتاعه هيساعدك. الكارت ده اللي هيساعد؟ لا يالا، الملواني هو. انت بتتكلم ليه وكل حاجه تقشر نفسك فيها؟ وحس انك هتشغلني في اتحاد الكوره مع سمير زاهر، خد بقى الخدمه التانيه دي. يا سلام يا ودي يا فتلك، يا قلب كبير. اخلص اخلص انت. ها قول. في صاله جنبنا ممكن تاجرها وتقابل فيها اللعيبه بتوعك. يا سلام عليك يا دفاق، وحس ان انت اديتني بقى الخدمتين دول. خد يلا، خد دول معاك اهم. ايه 400 جنيه كل ورق ب 200. عايزك تاجر لي الصاله دي وتملاها لي لعيبه قلم اللي عايزين يكتشفوا. يلا ماشي. طب وحس ان انا قاعد معاكوا دول، انا ماليش حاجه يعني في ليك حاجه. ايه؟ انت هتيجي معايا دلوقتي، هنروح نقابل الملواني ونتفق معاه ونشوف موضوع الصاله ونبتدي بقى نجهز اللعيبه عشان مصر. يلا هننزل نقطع فرق العالم كلها اللي في كاس العالم بتاعت افريقيا دي. يلا الله يا دولا، الله ربنا يكرمك. يعني انا هروح معاك دلوقتي؟ اه. عرفت هتيجي معايا فين؟ على كاس العالم. لا يلا، هتيجي معايا عند الملواني. مين الملواني ده؟ دول اللي هو بيكتشف البتاع، اللي هو بتاع الكهرباء. الكهرباء ايه؟ نبتدي نشرح من اول وجديد. ازيك يا فتلة؟ ازيك يا استاذ عادل؟ عامل ايه؟ عايزك في كلمه سر. يلا تعالى تعالى كابتن ملواني، تعالى خش اتفضل. مش لازم التعب ده يا اخوانا، ما كنا قعدنا في البيت وخلاص. لا لا، ازاي تقعد في البيت ايه؟ بعيدا يعني على ان بيتك خلاص قايل للسقوط وممكن يتهد على دماغنا في اي لحظه، احنا عايزين نقعد نتكلم معاك هنا اهو في هدوء يعني عشان نستفيد من خبرتك في الكوره يا كابتن. صح يا دولا، هو واضح يعني ان الحاج الكابتن ملواني دون يعني خبره قوي. طبعا يا ابني، الكابتن الملواني المفروض يتعمل له تمثال شمع في متحف الشباب والرياضه. انا كنت احسن واحد يلعب هاف باك سنتر فيرويد، لفت يمين ولفت شمال في البلد كلها. ايه، ما كانش حد بيلعب في الملعب غيرك ولا ايه يا كابتن؟ تحتري عليا ولا ايه؟ ده انا جاي لك من زمن الكوره الجميل. طبعا زمن الكوره الجميل، انا بس حضرتك اتخضيت يعني لما قلت لي سنتر باك فيرويد. يعني حضرتك طبعا اللعب ايامكم كان غير العك بتاع اليومين دول. طبعا عك، احنا كنا ابطال حقيقيين. يعني مثلا ما كانش في تسلل خالص، كلنا كنا بنلعب Thank you.
بتهرج يا عادل، بتهرج اكيد. سمسار لعيبه ايه؟ تكونش فاكر نفسك محمود الجوهري؟ يا جهله يا جهله كرويا يا اللي مش فاهمه اي حاجه. الكابتن محمود الجوهري كابتن مصر طبعا، مدرب عظيم. انا بقى وضع مختلف، انا سمسار كوره مش مدرب، عشان تعرف ان انت جهله يعني. عادل عيب قوي تسمسر على الناس عشان الكوره. يا ماما انت فهمتي ايه؟ لا مش هسمسر على الناس، دي حاجه وحشه مش حرامي يعني، سمسار دي حاجه تانية. يو يو يا عادل ما ينفعش يا حبيبي، علشان الموضوع ده عاوز حد يكون عنده خبرات، وانت اكيد ما عندكش اي خبرات. برافو عليك يا حماتي، عشان كده انا استعنت بواحد خبره بقى، الكابتن ملواني. يا ابني احنا ما نعرفش في الحاجات دي، ايه المطلوب مننا؟ انتوا مش مطلوب منكم حاجات كتيره، انا هصرف على اللعيبه دي في الاول، وبعد كده يعني ان شاء الله هكسب من وراهم كتير. شكلك هتكسب فيهم صواب. يو يو يا عادل مش معقول انت هتصرف عليهم، انتوا في ايدوك بتدفع فلوس هنا وبتصرف علينا بالعافيه. بص يا حماتي، ده يعتبر مشروع زيه زي اي مشروع من مشاريع الدنيا كلها، اصرف في الاول لغايه ما ادرب اللعيبه، بعد كده ابيعهم واكسب من وراهم ذهب. لا ام سوري اي دونت اندرستاند ا ثينج، من فضلك بقى فهمني بس يا وش يا وش. بص يا حماتي، دي مسألة بسيطة خالص، اللعيبة دي محتاجين رعاية، أنا لازم أرعاهم وأدربهم وأكلهم وأشربهم، بعد كده أبيعهم للأندية هكسب من وراهم جامد جدا. طب ما تشوف لي كل واحد شقة بالمرة. لا ما ده هيحصل لما أنا أبيعهم بقى للأندية، الأندية هتجيب لهم شقق. دول ولا هيتباعوا في سوق الجمعة. يا ابني دول باين عليهم جعانين وفجعانين، بيضحكوا عليه. يا ماما يضحكوا عليا ايه يا ماما؟ بصي هما فعلا جعانين، بس جعانين كوره، جعانين شهره، انا بقى دوري ان انا اوصلهم للعلالي. جبتك يا عبد المعين تعني. يا ماما انا عايزكم بس تعملوا اللي مطلوب منكم، من اول ما نبدا تدريب هبتدي انا اهتم بيهم، وانتوا تنفذوا اللي عليكم وتجهزوا الاكل، لان انا هبتدي بقى تجهيز فريق مصر المرعب. يا كابتن دول الكباتن بره، ادخلهم ولا نتقل عليهم شويه؟ تتقل عليهم ليه؟ اصبر اصبر يا كابتن، ندخل العيال اللي عايزين يلعبوا. دخلهم بس واحد واحد بنظام. حاضر حضرتك، سمعت؟ واحد واحد بنظام. يلا ماشي يا دول، ده كده هو بره كتير قوي. الواد فتله باين عليه واد شاطر قوي، انا مش همسكه بس البوفيه بتاع اتحاد الكوره، انا همسكه البوفيه بتاع الفيفا. يلا الله يا دول يا ابو قلب كبير يا دول. انا بقول لك يا دولا، ما تخلي الكابتن ملواني يكتشفني يا دولا، ده انا على فكره كل اللي يشوفني يفكرني ابو تريكه. يفكرك ابو تريكه؟ ايوه يا دولا، ده انا شبهه تيبيكال. حتى بص يا دولا. يا هبال، انت فكرك ان ده ابو تريكه؟ يا عبيط، امال يا دول؟ ده عمرو زكي يا غبي. يلا يلا، انت اساسا بالكتير شبه الملواني. لا مؤاخذه يا كابتن نادي الناس. يلا ماشي يا دولا، ماشي يا كابتن ماشي. يلا يا جماعه بقى، واحد واحد، وعايزين نظام. ها عايزين الكابتن الاولاني يدخل. يلا يا رمزي، انا مش قايل لك دخل الناس واحد واحد، مدخل لي خمسه مع بعض ليه؟ معلش يا دول، ما انا لقيته بقى زحم المكان بره، فقلت بقى اخف شويه من بره. انا عبود الخطيب، هداف الشرابيه دورتين ورا بعض. عبود؟ قصدك عبود على الحدود يعني. عبود، علاقتك ايه بالكوره؟ علاقته واضحه، هو والكوره شبه بعض يعني. حضرتك ما تبصش لهيئتي، حضرتك شوف مهاراتي، انا التوينز بتاع زيدان، شبهه شبهه يعني. فعلا شبهه، الصباع اللي انت بتشاور بيه ده شبه زيدان فعلا. يا ابني المهاجم لازم يكون رشيق الحرك. انا ممكن اخس كيلو ونص. انت محتاج تخس طن ونص. يعني يا كابتن مفيش امل يا كابتن؟ ايه رايك يا كابتن؟ والله يا كابتن انا شايف ان هو ممكن يبقى حارس مرمى كويس جدا، لان هو لو وقف في المرمى مش هيبقى فيه ولا خرم حد يجيب فيه جوان يعني. ربنا يخليك يا كابتن، ربنا يخلي حياتك يا كابتن، ربنا يخليك. يلا يلا رمز اللي بعده. يلا عناية يا كابتن دولة. يلا يا جماعة الكابتن اللي بعده. الكابتن اللي بعده. ما هو دخل اهو يا اهبل يا اهبل، انت مش شايفه؟ ما انت لا اما تدخل لي خمسه خمسه، لا اما تدخل لي نص نص يا غبي. معلش يا دول، اصل انا لقيت واحد دايس عليه بره يعني، فصعب عليا. معلش يا دول. وده يبقى ايه ده، حامل الرايه؟ لا اكيد الرايه اطول منه طبعا يا كابتن. العين عليها حارس، وانا بعون الله حارس مروى علي الحضري. حارس مروى؟ حارس مروى يعني ايه؟ ازاي يعني؟ انا بلا فخر وبلا مجاملات، عشان مالكوش عندي مجامله، انا علي الحضري حارس مرمى الشرابيه والزاويه. قصدك حارس مرمى القصارين؟ تين كير تين شوكي بقى. بص يا كابتن، انا عندي خفه حركه غير عاديه، ده انا كنت بنط الحضري في ديسك واحد. كنت مع الحضري في ديسك واحد؟
وهو ما جالوش ديسك وطول وانت جالك ديسك قصرت ولا ايه؟ معلش والنبي يا دولا، والله العظيم شكله هيصعب على المهاجمين قوي على فكره وهيتعاطفوا معاه. لا ده ما ينفعش جون خالص. ليه بس بتعطل؟ ابوس تيشرتك خدني معاك وانت. طب ما انا عندي فكره يا كابتن. ايه هي الفكره؟ ايه رايك يا كابتن لو هو بقى مهاجم بتاع الفريق؟ اكيد الفريق المنافس مش هيشوفه وهو عمال بيزرق من وسطيهم ويقدر يجيب اجوان كتير. فكره حلوه، برافو عليك. فكرة ايه بس ومهاجم ايه يا دولا؟ طب ما فرقته بردك مش هتشوفه، يعني هيروح الجون ومن غير كورة. مش اشكال، مش اشكال، فرقته مش مهم تشوفه، المهم هو يشوف فرقته. انت بتعرف تشوف الناس نظرك كويس؟ انا جايب لينسز بمحلوله. لينسز بمحلوله، ايه رأيك؟ خلاص نتكر على الله. الف مبروك، انت المهاجم يا قد بتاع الفريق. الله يخليك يا كابتن. كابتن دولا يا ليك، بابا عايز احترم يا ليك، بابا كابتن دولا. عناية يا كابتن، عناية عناية. يلا الكابتن اللي بعده. دخلنا على سوق العبور. ايه يا ابني انت جاي تشجع ولا ايه؟ انا فرج الناشف وزير دفاع فريق جرجه. وايه النهجان اللي انت فيه ده؟ فاكر مثلا ان احنا ممكن نعمل لك ماتش اعتزال؟ لا انا الكوره بتجري في دمي. تجري ايه في دمك اذا كنت انت اساسا مش قادر تجري؟ مين قالك ده؟ انا ساعات بروح بلدنا ماشي. طيب وبعدين ايه اللبس اللي انت لابسه؟ انت فاكر نفسك رايح الغيط؟ مفروض تلبس لبس رياضه. انا بلعب في بلدنا كده. اسمع الكلام وانت ساكت، انت جاي من اولها لمضى. اوامرك سعاده البيه، اوامرك سعاده البيه. يلا يا بعد يا رمزي، يلا خلينا نخلص. يلا يلا مشغور، والبس لبس التدريبات. انا يا دول الكابتن اللي بعده. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا عثمان من السودان الشقيق، واسمي الدلع شوكولاته. قصدك اسم الدلع شيكا بالا، وجاي تحترف هنا ولا ايه يا عثمان؟ يا ريت يا كابتن احترف عندكم هنا، بس يعني خلاص خلاص سيب بياناتك عثمان، سيب بياناتك. السلام عليكم. وعليكم السلام. عسل عسل عسل. والله شوف لنا اللي بعده بس حاجه على كريمه كده. عينيا يا دول عينيا. الكابتن اللي بعده بالخطوه السريعه. هلو يا عمو، انا نفسي العب كوره بس بشرط ما تكونش تقيله، ممكن ولا ايه؟ اذا في كوره ايه؟ يلا يا ابني، يلا يا ابني روح العب بينج بونج. طب ممكن يا عمو العب بينج بس؟ لا انا ممكن انا بقى العب بينج. يلا يلا من هنا يلا. خلاص خلاص كفايه كده النهارده، واتصلوا بالناس عشان بكره نبدا التمرين. طب تفتكر يعني يا كابتن ملواني العيال دي ممكن يجي منهم نتيجه كويسه؟ طبعا انا هعمل لك من الفسيخ شربات. شوفوا يا رجاله، كل واحد فيكم لازم يعرف ان هو مشروع نجم، ونجم كبير كبير جدا، وان انا المدرب، ومدرب كبير كبير كبير. ايه يا دولا كبير كبير اللي عمال يقولها دي؟ يا عم مفيش حد كبير هنا هون غيرك يا دولا. يعني انت بتقومنا عليه؟ هو يقصد كبير في السن، مالكش دعوه. يعني انت مثلا كمهاجم قول لي ازاي هتتعامل مع الخصم؟ كمهاجم ربنا يستر وما يبقاش بقى ايه مكسب للخصم. انا عمري ما كنت مكسب لحد، انا لو ما ضرتكوش مش هنفعكم. انا مهاجم عندي حاسه الهداف، كل همي ازاي اجيب جون من غير ما حد يشوفني. ليه هتحط الجون في الضلمه؟ انا همشي بنصيحه الكابتن عادل ليا. ولا ولا انا هتبناك، يلا انا معجب بيك، خد تعالى تعالى انا جايب لك السندوتش ده مخصوص. بص الطويله قد ايه اهو، خد السندوتش ده مثل اعلى ليك. يلا السندوتش ده بيلعب عقله من زمان. يلا اتكل على الله. وانت يا عبود، يا عبود. ايوه يا كابتن. انا عايزك بقى كجون كده تقف جون مصحصح، قول لي هتعمل ايه؟ شوف يا اسطى، هو انا في خطه كده هعملها ان شاء الله، حلمت بيها ان انا هبقى مفوق جدا ومش هنام يوم الماتش خالص، وان شاء الله مفيش كوره هتخش الملعب. اهم حاجه يا عبود خلي بالك تفضل مصحصح جوه الجو، اوعى تقعد، لان انت لو قعدت ممكن اي جول يجي من هنا ولا يجي من هنا، يبقى مش عايزين اي ثقوب في الجول خالص. تقوم يا كابتن عادل، تقوم. برافو عليك يا عبود. اما انت بقى يا ناشف، عايزك تبقى مدافع رخم وغلس وغتت وزنين، هتعمل ايه بقى يا ناشف؟ انا هراقب المهاجم من اول ما يطلع من بيتهم لحد ما الماتش ما يخلص، مش هسيبه. حلو 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 حلو، روح المخبرين دي راقبه من ساعه ما يطلع من البيت ووصله لغايه البيت. برافو عليك. اما انت بقى يا عثمان، عايزك تصحصح معايا لحسن يكون مصيرك دكه الاحتياطي. وبعدين لو فشلت كمان على دكه الاحتياطي هنشيلك بالدكه ونحطك قدام باب اي اماره يا عثمان. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايوه هتبقى بعد كده مصيرك وعليكم السلام. ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم.
ان شاء الله ان شاء الله. والسلام عليكم. وعليكم السلام. عمو عمو وانا هعمل ايه؟ تعمل ايه يا ولا؟ اول حاجه انت تبعد عن الناشف. ايوه. والتاني حاجه انا مش طردك قبل كده يالا. وحشتوني. اطلع بره يالا، اطلع بره يالا، احنا ناقصين. لا اما بقول لك خليك خليك عشان لما الجمهور يجي يشتمنا يركز الشتيمه كلها عليك يالا. بص بص بقى، بص ده يا كابتن، يا نهار اسود، ده لعيب جامد جدا. شفته وهو واخد الكره على صدره كده جامد. ايه قصدك على كرشه؟ ايوه ما هي دي صح يا كابتن. يعني بص انت بس شوف اختار وعايز كام لعيب عشان تدخلهم المنتخب. اولا دول ما ينفعوش يلعبوا كره خالص، دول ما ينفعوش حتى يلعبوا دوره رمضانيه. خدهم وانا اديك فلوس. خدهم ايه؟ لا لا انت بتتكلم في ايه يا كابتن؟ انا فهمت انت قصدك على السعر. يعني عموما انا ممكن اديك 2 لعيبه فوقهم لعيب هديه، وممكن اريحك في السعر. لا انت تريحني وتكسر الكاميرا دي خالص، واوعى حد يتفرج عليهم خالص. لاحظ يا كابتن انك انت بتكلم سمسار. وبعدين يا كابتن يعني معلش انا عملت بنصيحتك انا كابتن. لا الموضوع مش كده خالص، انت اللي فهمتني غلط. يا ابو الكباتن والله انا ياما قلت له ما تتسرعش يا دوله. اصل السمسار دوت عنده مكتب ووكيل لاعبين ومعترف بيه في الفيفا. الله يرحم زمن الكوره الجميل. انت هتفضل معديها؟ بقول لك ايه، ما اسمعش صوتك بقى ملواني. انت مش عارف قيمتي خالص، ولا حد في مصر كلها عارف قيمتي. انا هسيب مصر كلها وامشي، انا رايح الفيوم. رايح الفيوم اراضي الكتاكيت. اطلع بره، اطلع. اهو طلع، ما هو طلع، بتطلعه بره بعد ما طلع. اسكت خالص. يعني ايه دلوقتي يا كابتن؟ يعني مفيش فايده. للاسف لا، عامل لك ايه، انت اللي فهمت كلامي غلط. معلش يا كابتن، معلش يا ابو الكباتن، يعني ما تزعلش، هو دايما بيفهم غلط كده. وبعدين ده ابننا بردك. ومش ذنبي. ابننا بردك؟ ابننا؟ انت بتتكلم معايا على الكوره يا دي؟ انت بتفهم في الكوره يالا؟ ايوه بقى دول، انا مش عايز اتكلم، انا بفهم في الكوره واحرف منك على فكره. انت احرف مني يالا؟ يا ده انا اللي كنت بغلبك زمان، يا ده انا كنت بمرمطك يالا في الشارع. ايوه ايوه بقى، مرت اللي جول انا كنت بحطها فيك وتحسبها عليا. مش كانت الكوره بتاعتي؟ كانت الكوره بتاعتي، يبقى انا احسب لك ولا ايه؟ زمان عايز خلاص. خد الكوره اهي. يا سلام. انتوا هتقعدوا تتخانقوا وانا كل ما اخش مكان الاقي فيه خناقه. طب يعني هنعمل ايه دلوقتي يا كابتن؟ خلاص الكوره اتكتب الغطاس. ماشي الكوره اتكتب الغطاس.